باش نعرف راسي واش عندي السمنة ولا لا. خاصني نعرف إلا عندي متر وسبعين تنحيدو متر وتتبقى سبعين، إذا خاصني تكون عندي سبعين كيلو. تراكم الدهنية بطريقة عشوائية في البطن ما كتعطيكش داك المظهر اللي كتبغيه وتلبس بيه وتخرج بيه. تنقنق في الليل، فاش تنقنق تنوض هكا تنقفز. في تقاطع التنفس اثناء النوم كنلقاو عندهم ارتفاع الضغط الدموي. السمنة ولا الزيادة في الوزن؟ فيها ضرر كبير على الذات ديالنا. اولا ضرر على المفاصل، على العضلات، على العظام بكاملها، على الظهر ديالنا، على الرجلين ديالنا، على القدم، على الركابي، هادو كلهم تيكون فيهم ضرر للانسان زايد الوزن ديالو. ثانيا هاد السمنة ما تتخليش الدهن ديالنا تستعمل بصفة عادية السكريات الدهنيات، ولهذا الناس اللي عندهم زيادة في الوزن تنصيبوا عندهم مرض السكر، تنصيبوا عندهم أمراض ديال الدهنيات الكوليسترول أو الدهنيات الثلاثية ولا حتى مرض النقرس. السمنة خاصنا نعرفوا بأن الإنسان على حسب السن ديالو وعلى حسب الطول ديالو خاصو يكون عنده واحد الوزن محدود، ولهذا باش نعرفو السمنة عندنا علامات. العلامة الأولى وهو المؤشر ديال كتلة الجسم اللي تنسميوها بالفرنساوية لانديس دو ماس كوربوريل، اللي العادي خاصو يكون ما بين 20 حتى 25، ولا فات 25 30 اللي تتكون السمنه، ولا فات 30 تتكون السمنه كثيره وتماما تتعطينا مضاعفات كبيره. وسهل باش نعرف راسي واش عندي السمنه ولا لا. خاصني نعرف الا عندي متر وسبعين تنحيدو متر وتتبقى سبعين، اذا خاصني تكون عندي سبعين كيلو. إلا عندي متر وخمسة وستين في الطول ديالي خاص نحيدو متر تتبقى خمسة وستين، إذن راه خاصني تكون فيا خمسة وستين كيلو. ثانيا السمنة ديال البدن اللي خطيرة وصعيبة سهلة، الرجل ما خاصهاش تفوت 94 سنتيمتر بيت نعبروها، والمرأة ما خاصهاش تفوت 80 سنتيمتر. هادو هما العلامات باش نعرف واش عندي السمنة أو لا. السي زابوكا هذا السيد اللي تقريبا عنده مرض السكر هذه 18 عام، ما بين الاسباب اللي عطاتو مرض السكر هذه السمنه، وبالخصوص عنده كذلك الضغط الدموي وامراض ديال القلب الشرايين وعنده امراض ديال الدهنيات. ولكن هذا السيد الحمد لله متبع الحميه ديالو، متبع الريجيم ديالو، متبع الادويه والنصائح ديال الاطباء، فهمتيني، غادي مخير، ما عنده حتى شي مشاكل. سي زابوكا تيتمشى تيتحرك ما كاين تماما حتى شي مشاكل، 18 عام ولكن تماما الذات ديالو خاليه من المضاعفات اللي صعيبه، وهو راه متبع الادويه ديالو. ملي تبغي تجي المره الجايه ان شاء الله سمعتي سي زابوكا؟ اها عندي التحاليل ديال السكر والخزان ياك؟ اها ديال الدهنيات الكوليسترول والدهنيات الثلاثه وديال الكلاوي والنقرس ان شاء الله، حتى تبغي تجي غادي خبيها عندك، هادي ما فيهاش التاريخ شتيها؟ هادي ما تتقدامش، حتى تبغي تجي ان شاء الله وديرها معك، وديال الدواء ديالك هي هادي. والله يسهل عليك وتمشى حاج، تمشى تحرك ما تعقش. الله يرحم والديك. اللي بغيت نعرف ان كيف كتحسي براسك من بعد 15 يوم ديال العمليه؟ الحمد لله حس ملي كنت في الاول، زعما دابا كنحس براسي خففت ومرتاحه وكل شيء. زعما حس ملي كنت في الاول، في الاول كنت معذبه بزاف، نجي نلبس الحوايج والو كنجي نجلس كرشي في النزل في الخط ديالي في اللوطو ديالي في كل شيء ديالي في الصلاه، نجي نصلي كنهبط من تحت كنحس بحال شي حاجه كتكبش لي هنا، يعني معذبه ما كنتش بحال
ماشي بحال اللي كنت في الاول كنا من ثلاثه الدراري. حق دابا الحمد لله كنحس بالنتيجه مزيانه وخففت والحمد لله زعما فيها لا حريق لا حتى شي حاجه الحمد لله. كاين انواع متعدده ديال السمنه. كاين السمنه اللي كتراكم او الدهنيات كتراكم في الجسم كله وما حد الوزن كيزيد وما حد كيمشي واحد زيادات الوزن السمنه. السمنه المفرطه والسمنه الخطيره اللي كتكون الصحه فيها. الموضوع ديال اليوم هي واحد السمنه المركزه في واحد المناطق معينه في الجسم اللي بعد المحاولات متعدده ديال الحمية ديال الرياضة ديال الوسائل ديال الآلات وديال هذا واخا كيمشيو للمراكز ديال الرياضة أو الترويض كتبقى هذيك الدهنيات متراكمة أو كتنقص شوية وعاوتاني كترجع. المشكل اللي كيوقع هو مع الأسف ماشي هذيك المناطق اللي بغاو الناس ضعاف اللي كضعف كيضعف الملوجة ديالهم الصدر ديالهم مناطق أخرى في الجسم اللي بغاو يحافظوا عليها. هاد الناس باش كيوقع لهم هادشي كيقدر يكون وراثي كيكون اسباب تغذية مفرطة او عدم رياضة او الحمل متعدي. الوزن ديالي الاولي كان عندي 107 كيلو كنكون اكثر 107 كيلو يعني ما كنطيحش على 100. وحاولتي وسائل ديال الرياضة؟ عييت عملت الرياضة عملت الريجي ما خليت ما عملت والو. وكملي كتضعفي من المناطق اللي ما بغيتيش؟ كنضعف من وجهي الاغلبيه كيدعي لي وجهي كنضعف من وجهي بزاف يعني وكرشي ولي غونج وداك الشيء ما كنطيحش مره واخا كنعمل بالمترو كنجبر راسي باقا انا يعني ما كنضعفش صافي. وديك ساعتك عيطت للدكتور تازي وقبضت الرانديفو وجيت وطلقاني سولني وقلت له بان انا هالمشكل اللي عندي عندي كرشي وعندي فخادي حي كنجي نلبس الحوايج ما كيجيوش قدي كنجي نعمل شي حركه في الدار والو في النادي والو صافي يعني بحال اللي تعقد اي وسيله كنجي نعمل والو. كتحسي براسك وصلتي داك الهدف؟ دابا الحمد لله زعما حسن ملي كنت كنشوف راسي تحسنت بزاف حسن ملي كنت الحمد لله. هاد الدهنيات المركزه في مناطق معينه لما كيكون الفشل ديال هاد الوسائل كلها الحل كيكون لنزع واحد الكيمياء مهمه وهائله ديال الدهنيات اللي متراكمه في هذوك المناطق اللي ما بقدروش يضعفوا بهم مثل الظهر مثل البطن مثل الخصر مثل الفخذين مثل الذراع او بعض المرات حد مثل الدقن اللي كيكون زاد فيه واحد الكميه ديال الدهنيات. هذه كتسمى اون تكنيك ديريكت او وسيله مباشره لنزع خلايا ديال الدهنيات نهائيا. لي سنتيم لي تناخذوهم اشاك فوا باش كتبان لينا ليفولوسيون ديال النقص او نيفو دي سنتيم دو شاك بارتي كنحاول نشوف لا بارتي اللي كتنقص اكثر. صبري الحمد لله جو بو بيردر تقريبا في هاد لا سيمين تو بيردو 3 سنتيم او نيفو دو فونتر نقصتي 3 سنتيم او نيفو دي هانش ونقصتي 2 سنتيم من لي كويس. Donc, alhamdoulilah, 3 kilos de perte avec 3 centimes de chaque partie et 2 centimes les cuisses. Mm-hmm. Donc, il a pris un un très bon résultat. On a un objectif sur 3 mois, les 25 kilos. Alors, d'abord, Sabrine, le programme est le même. On a le même programme. Il n'y a pas de milliers de conseils. تحاولي ما تنقصي حتى وجبه تحافظي لي على لا كونتيتي ديال الماء وتمشي 30 دقيقه كل نهار واجب. غادي نبقاو غاديين سوغ سو بروغرام لا حتى نشوفوك لا سيمين بروشين وعاد نشوف واش كاين غيكون تغيير ولا ما غاديش يكون. جيت عند الطبيب على حساب انني حسيت براسي زدت بزاف لو بوا وصلت لواحد الميزان 130 كيلو بغيت عندي تخوفات انني ندير عمليه ولا شي حاجه. كنت نبدي مع طبيبه نتاع لا نوتريسيون نتبع واحد لو ريجيم بوندون 3 مو ونشوف زعما لو ريزلت ابري. الحمد لله شي كونتونت في بوندون اي سيمين دوكا راني طيحت 3 كيلو. شكون ندور في البوا ديالو؟
غالبا الناس اللي عندهم السمنه كنلقاو عندهم ارتفاع الضغط. كنلقاو عندهم اختلال في السكري، يعني كنلقاو عندهم مشاكل كنسميهم ميتابوليك، لا غوت لا سيدوريك طالع، كنلقاو لي تريغليسيريد اللي كنسميوه الدهون الثلاثيه، كنلقاو ما كنسميوه ب السيندروم دابني دو سومي، يعني كينقطعوا التنفس اثناء النوم، كنلقاو عندهم ارتفاع الضغط الدموي، كنلقاو عندهم مشاكل في الشرايين ديال القلب وفي التصفيه ديال الكلاوي. كتحس براسك شويه؟ الحمد لله الحمد لله. كي داير في الاكل والتغذيه؟ واش كدير شي مجهود على ما قلتي لي؟ نقص ما تعوش تعشى، ما بقاش كنتعشى حاليا. وفي الحقيقه العشاء ماشي هو زعما ماشي، خاصك تعرف بان تنقص من الطاقه، الطاقه من الحوايج اللي كتاكل ما يكونش فيهم طاقه كثير، وخاصك ولا بدا استشاره مع الطبيب ديال التغذيه، لان الطبيب ديال التغذيه باش يوريك شنو هما الاخطاء اللي كدير. الدم ملي كناكلو كيسحب لنا راسنا، كناكلو غير شويه، مي بعض المرات كناكلو شويه ولكن طاقه كبيره، بحال مثلا السكريات والدهنيات، واخا تاكل منهم غير قليل فيهم طاقه كبيره. بحال مثلا الا شديتي طبسيل مثلا درتي فيه الخضره، درتي فيه الخيار، ودرتي فيه مثلا المطيشه، ودرتي الخس وعمرتيه، وفي الوزن ديالو كبير، الا حطيتي قدامه طوبه ديال السكر تلقاهم معادلين، ما فيهش بزاف الطاقه. وطوبة السكر اللي حطيتيها جوج درتيهم في كاساتي كيغلب هذاك الماكله كلها. خويا كنحس بمضاعفات عندي، يعني كنحس بالقلب عندي كيتزير عليا، ورجليا كيتنفخوا ليا، وملي كنكون واقف بزاف كنحس بلافاتي بزاف، كنعيا سيرتو ملي كنكون خدام كاع، زعما كنحس زعما بواحد العياء زعما كاينه مفرط. والحمد لله انا متبع عند الدكتور عدنان، التريتمون اللي كيخرج ليا كنتبعها وكنتبع النصائح ديالو، ولكن حاجه وحده هي اللي عندي فيها واحد العائق، هو هاد لو بوا ديالي، يعني خصو ينقص، وكندير المجهود ديالي ولكن كنلقى راسي يعني بدون جدوى. سي ابراهيم هو جا عندي على قبل مضاعفات ديال اللي هما مرتبطين بالسمنه، هو كيخدم في واحد المود واحد المكان اللي كيخليه انه شاف رجليه كيتنفخوا، هادشي اللي شفنا ملي شفنا رجليه كيتنفخوا من الحاله ديالهم، وعرفنا بانه النفخ ديال الرجلين حتى هو طبيعه العمل شويه، ولكن السمنه كتخليه انه الدم ما تيطلعش مزيان الفوق. ملي جا على قبل سميتو اكتشفنا حاجه اخرى، اكتشفنا بان عنده ارتفاع الضغط، زيد على ذلك انه العروق ديال الانسان اللي سمين، العروق اللي الشرايين اللي كيجري فيهم الدم، كاين واحد الاعتلال في ما كنسموه لوندوتيليوم. لوندوتيليوم هو داك الفراش الداخل اللي وسط العروق، كاين واحد الفراش مهم اللي كيخلي هو اللي كيكبد الدم الا كان ولي لداخل وسط التيوب. هاد لوندوتيليوم كينقص الخدمه ديالو عن الانسان اللي سمين، لانه الخلايا ديال السمنه اللي كنسميوهم حنا اديبوسيت، الخلايا ديال السمنه كدير افرازات، كتلقى واحد الافرازات كما الغده الدرقيه، كما الافرازات اللي كنخرجوا من الدم، كما الانسولين، كما عندهم افرازات اللي هي كتضر الخلايا ديال القلب، كتخليها ما تعيش بزاف، وكتلعب على هذه الخلايا اللي وسط العروق. مرحبا. عندي معلومات على الملف ديالك. نعم. ولاني بغيت نعرف من عندك شنو هو المشكل اللي كتعاني منه. المشكل اللي كنعاني منه انني عندي واحد البطن ضخم كثير على الولاده بعد ولاده، بقى داك البطن ضخم كثير، وعملت ريجيمات ورياضه ولكن ما عطات حتى شي حاجه، وبغيت الى ممكن نقص شويه منه. عندك ديال الدراري؟ عندي زوج. الله يخليهم لك. الله يخليهم. الو انا اللي غادي نطلب منك غادي تجي تجلسي في هذاك الكرسي تمايا ونفحصك شي هنا. الحاله ديال هاد السيده هادي
كاينه واحد السمنه مركزه على البطن اللي عطات واحد الانفعال نفساني وشخصي بالخصوص في نطاق اللباس. لما كيكون واحد التشوهات وتراكم الدهنية بطريقه عشوائيه في البطن ما كتعطيكش داك المظهر اللي كتبغيه وتلبس بيه وتخرج بيه وترجع لحاجه. نفسيا ما تكونش مزيانه حتى نفسيا كيكون فيه واحد التاثير كبير على الجسم. دونك هاد الدهنيات وهاد السمنه المركزه في البطن الحل الوحيد ديالها بالنسبه لهذه الحاله بالخصوص لا يبقى الا الجراحه لنزع هذاك الدهنيات وهذاك الطرف كله الزائد اللي غادي يساعدها باش تكون واحد النتيجه ايجابيه. وكنتمنوا ان 24 ساعه من بعد العمليه غادي تشوف النتيجه اللي غادي توصلها من بعد ما نطلبوا لها الفحوصات اللازمه في هذا النوع العمليه. وهذه الحالات جاري بها العمل في المغرب. النساء اللي عندهم الحمل المتعدد واللي حاولوا باش يضعفوا وداروا ريجيم وداروا رياضه وكتبقى ديك السمنه في المناطق المركزه كتبقى الحل الوحيد ديالها وهي الجراحه. المشكل ديالي ان عندي البطن كثير كبير وحاولت رياضه وحاولت ريجيم ولكن واخا كنقص بالوزن البطن ما كيمشيش كيبقاو بالعكس كيبان اكثر ومرخي بزاف وكنلبس الحوايج ما كيعجبنيش الحال دائما كاين واحد لو فونتر اللي كيبان كبير بزاف وهذا اللي اتجهت للاستاذ باش نحاول باش نقص هذا البطن. العمليه ديال شد البطن هي كتبدا بتخطيط المنطقه اللي غادي نديروها كنكونوا ضابطينها بالضبط عارفين فاش كتكون باش منين تكون اللباس ما تبقاش تبان وكنمشيو كنخططوا المنطقه اللي كتكون فيها الصرغه لان خصنا نحافظوا عليها. العمليه كلها كتكون بالهدف من بعد واحد الشفط شامل ديال هذه المنطقه كلها من الخصر من الظهر من البطن كتشفط كلها وكتسهل علينا باش ان غادي ننزعوا هذا الطرف الزائد اللي كاين ديال البطن. هذا الطرف الزائد معناه انك تقلع هذه المنطقه ديال البطن كلها كتقلع حتى لهذه المنطقه اللي ما بين الصدر باش كيمكننا نجبدوه كله وننزلوه. هذه العمليه كتنفصلوا هذه المنطقه وكيكون واحد الاله تسمى لا كوتيريزاسيون ولا البيستوري الكتريك اللي كيحافظ ما يكونش واحد النزيف ديال الدم في هذه العمليه لان كيكون فيها واحد الحصانه باش ما يكونش واحد ضياع ديال الدم. منين كتبقى تحل انتما غادي تشوفوا هذه المنطقه كلها غادي تقلع وغادي نحيدوا هذا الطرف كله اللي كاين هنا. هي كتبان الان بوضوح هذه المنطقه اللي غادي تهز. فوالا ملي كنديرو رفع ديال هاد المنطقة هادي كلها كتبان العضلات وهاد العضلات حتى هما كنديرو عليهم واحد العملية كتسمى عملية جمع العضلات أو شدد العضلات باش كيتقاربوا. كنديرو واحد الخيط اللي يكون ما كيدوبش أو كيدوب على فترة طويلة وهانتوما كتشوفوا التفاصيل ديال العملية هو جمع واحد الخيط اللي غادي يجمع هادشي هذا كله. كتشوفوا هاد الخيط هنا هانتوما غادي تشوفوا هاد العضله غادي تجمع تقريبا ما بين هتشوفوا فكاش كتجمع وكتجمع هادي كلها يمكن لها تجمع تقريبا ما بين 5 حتى 10 ديال والطرف الزائد كله ديال الجلد غادي يتحيد. كنردوا الصرغه للمنطقه ديالها يتم اغلاق البطن ولا السيده كيمكن لها ترجع للغرفه ديالها وكتبقى في المصحه نهار او يومين قبل ما تخرج وكتحافظ غير على هذه المنطقه ديال الجراحات. وما شفتوا هذاك الطرف اللي كيتحيد وكتكون هذه الخياطه في المنطقه ديال السيزاريان. بعض الحالات كنديروا ما كيتسمى ان رودون. الرودون هي باش كيمص هذاك الالتهاب او الانتفاخ اللي كيكون باش الجرح كيبرى بسرعه وعادة في 15 يوم كما شفنا الحالة ديال اليوم في 15 يوم كتبقى وكتخيط وكتلبس هاد السيدة واحد ما يسمى واحد لاغين او لو بونتي وهذا كيتخليه لمدة 15 يوم حتى لشهر اللي كيساعد الجسم انه يتجمع.
دابا غادي نعاودو نشوفو القلب كي ولا، ندير لك واحد الفحص ونشوفو النتيجة، وباينة ليا بأن النتيجة الحمد لله. لا لا حسيت كاين فرق كبير بين ديك النهار، حسيتي براسك مزيان. كاين الفرق كاين. إيوا هادي هي الغاية ديالي. بعدا وليت نصبح مسارح، ما كنعس عندي ما مقادش. دابا تتنعس مزيان؟ تتنعس مسارح، ما تنتخنق ما والو. دابا حسيت بخير. دابا إيوا هذا هو هادشي كلو راه دايرو لك الوزن ديالك، ديك السمنه ديالك هي اللي دارت لك هادشي. راه كنتي في الاول كانت فيك 128 كيلو، دابا راه نقصت شويه، ومع هذيك الالات والادويه اللي عطيناك الحاله ديالك تحسنات. اذا دائما كاين الامل، داكشي علاش حنا بغيناك باش تبقى متبع بهذه الطريقه، وتكلف انت شخصيا بالصحه ديالك. هي ترد البال للماكله، ترد البال للماكله بطريقه، وتمشى وتمشى وتشرب الماء مزيان، هذه حوايج مهمه بزاف. ها وتبع الدواء ديالك من طبيعه الحال. الانسان اللي مصاب بالسمن فيه خطر. علاش هذا الانسان هذا فيه خطر؟ لان السمن تيكون سبب مباشر في بعض الامراض بحال الضغط الدموي. النسبه ديال الضغط مضاعفه بسته المرات عند الواحد اللي عنده السمن. المشكل ديال الاورده، رجال رجلين اللي منفوخين، والاورده ولي فاغيس، ومسائل بحال هذه تتكون كثيره. المشكل ديال التنفس بحال تسمى لابني دي سوماي، من تتوقف التنفس في الليل وتنقص الاكسجين في الجسم، وتيعطي مشاكل في القلب وفي نبضات القلب وفي العمل ككل ديال القلب. وكاين مشكل ديال التنفس اللي جاي من مشكل في العمل ديال القلب، تسمى الانسفيزونس كاردياك. نظرا لهذا الخطر الكبير اللي الحياه ديال الانسان اللي عنده السمنه معرضه له، الانسان اللي عنده السمنه خاصو عنايه مركزه. وهذه العنايه خاصو يستافد من التقدم اللي حاضر في ميدان القلب والشرايين، سواء في التشخيص ولا في العلاج. في التشخيص عندنا امكانيات كبيره، هي علاوه على التخطيط الكهربائي للقلب، كاين بالامواج الصوتيه، وفي الامواج الصوتيه كاين انواع ديال الجديده اللي ولات، وكاين السكانر ديال القلب وشرايين، كاين لي غيم كاردياك، كاين القسطره بطريقه جديده وسهله. اذا عندنا امكانيات ديال التشخيص مهمه، لا من ناحيه الاليات ولا من ناحيه حتى البيولوجيا، كاين تحاليل جديده اللي يمكن يستافد منها المريض والطبيب اللي غادي يتعاونوا على تشخيص المرض بطريقه احسن. في هذه الحالة هذه جا في واحد الحالة ديال عياء كبير، ضغط في الراس، كانت عنده ما تيقدرش العمل ديالو يديرو بطريقة عادية، الوزن ديالو كان أكثر بكثير من هادشي اللي عنده دابا. الضغط كان واحد وصل لواحد الدرجة عالية. الآن بالعلاج بالدواء الضغط نقص، وكان عنده خصوصا شخير كبير كثير، والناس اللي عندهم السمنه تيكون عندهم الشخير، وتيكون عندهم خصوصا توقف ديال التنفس بالليل، وهذاك التوقف ديال التنفس تيعطي مضاعفات، لان الاكسجين ما تيبقاش يدور في الدم وما تيبقاش يدور في الجسم بطريقه عاديه، وتعطي مضاعفات في القلب. داكشي علاش سي مصطفى عطينا علاج بالادويه، ودرنا له علاج ديال التنفس بالليل، تيدير واحد الآلة بالليل اللي تعطي واحد الضغط إيجابي في المجاري الهوائية، باش يبقى المسالك الهوائية تبقى مفتوحة بالليل، لأنه تندير واحد الآلة تعطي الضغط، داكشي علاش ما تيبقاش شخير وما تيبقاش توقف التنفس. لهذا هذا العلاج هذا بطريقة شاملة، فيه حمية، فيه دواء للضغط، فيه آلة للتنفس. هاد العوامل كلها ساعدت وعطتنا هاد النتيجة إيجابية عند سي مصطفى، وراه فرحان وراجع لخدمته.
لا اول حاجه كنت الناس عندي ما كانش مقعد، كنت طنو عند الناس تنقنق في الليل. ديك فاش تنقنق طنو ذاك تنقفس، والصباح فاش تنصبح تنصبح راسي دارني داكش. وهاد الحال اللي عندي لقيت عند الطبيب كاتبها عنده في واحد الورقه، هي ديك باش جيت قلت لها المشكل اللي عندي اللي انت هي هذيك باش وليت عطاني واحد الاله عبر لي الناس ديالي وداك الشيء. عاوتاني وليت ندير واحد الاله ديال الاكسجين، ملي كنت ندير هذيك الاله ديال الاكسجين الصباح تنصبح بخير وعلى خير، ولا تنصبح مسارح داك الشيء، ما بقاش عندي داك وسط الناس هكا سميتو نتخناق ولا شي حاجه، وليت تنحسب راسي اون فورم. هذه هي الحاله ديال سميتو علاش جيت كانو بالاولى. عاد المهم درت شويه الرجل هكا حيدت عليها المرضى، المرضى كنت ندير بها حيدتها، كانت هذيك الساعة تاقت لها، دابا شي باش ما كان الحمد لله. سي مصطفى الحمد لله الحالة ديالك مزيانة، غادي نبقاو متبعين بنفس الطريقة ونشوفوا إن شاء الله على شهرين نعاودوا نديروا واحد المعاينة أخرى ونديروا فحص آخر ونشوفوا واش نبدلوا العلاج ولا لا، ولكن الدور ديالك أنتيا هو الريجيم. الريجيم واش بارك الله فيك، شكرا. تفضل. واحد التخدير اجمالي انستيزي جينيرال، كدوز العمليه بمراقبه ديال الضغط، مراقبه ديال التنفس، مراقبه ديال الكميه ديال الدم في الجسم ديال المريض المريضه. الامور كدوز بصفه عامه في ظروف جيده، مع العلم اننا عندنا جميع الاحتياطات لاي مشكل ممكن يوقع. الحمد لله هذه العمليه اللي كنا موجودين لها كدوز في احسن الظروف. العملية ديال الشفط هي نزع كل الدهنيات اللي كتكون تحت البطن واللي ملي كتراكم كتعطي واحد الحجم كبير. الهدف من عملية الشفط بهذه الطريقة هي نزع الدهنيات اللي كتكون داخلية باش كيبقى الجلد، وكنخليه واحد تقريبا واحد سنتيمتر باش الجلد كتبقى داك المظهر ديالو جميل.